يقول: من كان يعيش في مجتمع فيه الكثير من الفتن واستعمل العادة السرية، هل يكون قد استعمل كبيرة من الكبائر؟ لا يجوز له يستعمل العادة السرية، لأنها استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول: والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لا يباح الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين. ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون. ويدخل فيه، يدخل فيه الاستمناء، حرام، لا يجوز. وإذا خاف الإنسان على نفسه من الفتنة، إما أن يتزوج إن كان يقدر، وإما أن يصوم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. والله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفون عن الاستمناء باليد وغيره. نعم.